النهاردة جايب لك محاكي اكس جير لتشغيل العاب الكمبيوتر على تليفونك الاندرويد. والجميل والمميز في المحاكي ده ان في منه نسختين، نسخة 64 بت وديت بتعمل على المعالجات القوية ال 64 بت، والنسخة التانية 32 بت وديت تعمل على الهواتف الضعيفة اللي بتشتغل بمعالج 32 بت. وهعرفك كمان ايه هي الالعاب اللي ممكن تشتغل على المحاكي ده، بس طلب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدأ الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لايما في صندوق الوصف. وزي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي، المحاكي ده مش اول مره نشرحه على القناه بتاعتنا، بس انا النهارده جايب لك نسختين، نسخه 32 بت وديت بتعمل على الهواتف الضعيفه، والنسخه ال 64 بت بتعمل على الهواتف القويه. هنا يا صديقي زي ما انتم شايفين ديت المحاكي، وديت اللعبه اللي انا بستخدمها عليه على طول، علشان هو يا صديقي ما بيشغلش الالعاب القويه، بيشغل الالعاب القديمه تقدر اللي انت تشغلها بدون ما تواجه اي مشكله على التليفون الاندرويد بتاعك. وزي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي، المحاكي هنا بيدعم التاتش، يعني تقدر اللي انت تلعب عليه بتاتش زي ما انتم شايفين كده. هبدا اللي انا اتحكم في اللعبه من خلال تاتش الهاتف. والجميل والمميز في المحاكي ده يا صديقي اللي انت تقدر تستخدم عليه ماوس وكيبورد بدون ما تواجه اي مشكله على التليفون الاندرويد بتاعك. بعد كده يا صديقي هنبدا اللي احنا نطلع من اللعبه علشان اعرفك تثبت المحاكي ده على تليفونك ازاي، ونعمل كمان الاعدادات اللي لازم تعملها، وكمان اعرفك الالعاب اللي تقدر تشغلها على المحاكي ده، وكمان هتعرف تجيبها من داخل المحاكي بطريقه سهله جدا وبسيطه. ويلا بينا هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده يا صديقي لازم تخلي لغه التليفون بتاعك باللغه الانجليزيه علشان المحاكي ده ما بيدعمش اللغه العربيه. بعد كده يا صديقي هنبدا نروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وبعد كده هنروح على المكان اللي هنكون حملنا فيه المحاكي. هتلاقي عندك هنا نسختين، النسخه الاولانيه ال 32 بت، والنسخه الثانيه ال 64 بت. انت هنا يا صديقي لازم تكون عارف المعالج بتاعك ايه علشان تقدر اللي انت تحمل النسخه اللي تشتغل على التليفون بتاعك. التليفون اللي انا بشرح لكم عليه ده المعالج بتاعه 64. هبدا ان انا اضغط على الملف ده ضغطه، وبعد كده اضغط على كلمه استخراج، هنا هيبدا اللي هو يفك لي الضغط عن المحاكي. بعد كده يا صديقي هتلاقي عندك هنا التطبيق، وبعد كده هتلاقي عندك الملف ده. الملف ده يا صديقي هتبدا ان انت تضغط عليه ضغطه مطوله، وبعد كده هتاخده قط او كوبي، وبعد كده يا صديقي هتروح على مدير الملفات من بره زي ما انتم شايفين، وبعد كده هروح على الاندرويد، وبعد كده عندي هنا ملف الاو بي بي هبدا ان انا انسخه فيه زي ما انتم شايفين كده، اتنسخ معايا بنفس الشكل ده. بعد كده يا صديقي هبدا اروح على المكان اللي انا محمل فيه الادوات، وبعد كده هبدا ان انا اثبت التطبيق. التطبيق هيتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكله، وامن جدا على جميع الهواتف الاندرويد. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت يا صديقي هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده، وبعد كده هتبدا ان انت تطلع من هنا، هتلاقي تثبت معاك بنفس الايقونه ديت. هتبدا ان انت تضغط على المحاكي تفتحه، هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده. هتضغط هنا على كلمه الاو، هيبدا يا صديقي اللي هو يثبت لك ملف السيستم، وملف السيستم ده اللي هو ملف الاو بي بي زي ما انت شايف كده، هيبدا اللي هو يعمل لي انستول داخل التطبيق. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده، وهنا يا صديقي ما تضغطش هنا على كلمه اوكي، هتبدا ان انت تضغط في اي مكان فاضي. وبعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تروح على الثلاث شرطات اللي فوق دول، وهنا يا صديقي عايزك بقى تركز معايا وهعرفك ازاي ان انت تجيب مكان الالعاب من داخل المحاكي. هتبدا ان انت تضغط على الاختيار ده يا صديقي، هيبدا اللي هو يفتح لك النافذه ديت. هتبدا ان انت تضغط هنا على علامه البلس، هيبدا يا صديقي يضيف لك النسخه اللي انت تقدر تفتحها على التليفون بتاعك بدون ما تواجه اي مشكله. هتبدا ان انت تضغط على الثلاث نقاط دول، وبعد كده يا صديقي هتبدا ان انت تروح على تاني اختيار، وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تتعلم على كل الاختيارات دول علشان يثبته لك، علشان ديت ملفات مساعده لتشغيل الالعاب. هتبدا ان انت تضغط على كلمه اوكي، هيبدا اللي هو يحمل معاك علشان يثبت لك الملفات دي. هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده مره ثانيه، هتبدا ان انت تضغط في اي مكان فاضي، وبعد كده هتروح على الثلاث نقاط، وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تروح على الاختيار الثالث، وديت عمل الاعدادات. بعد كده هتروح على الاختيار الثاني ده يا صديقي، وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تشوف اللعبه اللي انت عايز تشغلها ابعادها ايه. يعني انت هنا بتختار الابعاد على حسب اللعبه اللي انت عايز تشغلها. انا هنا جربت على 1280 في 1024 واشتغل معايا بدون ما واجه اي مشكله. بعد كده هتروح على الاختيار اللي بعد منه، هتختار هنا ال 32، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تتعلم على الاختيار ده، وبعد كده هترجع خطوه للخلف. بعد كده يا صديقي هترجع تضغط على الثلاث نقاط مره ثانيه، وبعد كده هتضغط هنا على زر التشغيل، هيبدا اللي هو يحمل معاك بنفس الشكل ده. وهنا يا صديقي زي ما انتم شايفين ما دخلش معايا من اول مره علشان انا مختار ابعاد
الابعاد اعلى شوية، هبدأ ان انا اضغط في اي مكان فاضي، وبعد كده هروح على الاختيار ده، وهنا صديقي هبدأ ان انا اروح على الاختيار ده، هتلاقيه زي ما هو كده، هبدأ ان انا اضغط على الثلاث نقاط مرة تانية، وبعد كده هروح على زر التشغيل، هيبدأ اللي هو يفتح معاك بدون ما تواجه اي مشكلة زي ما انتم شايفين كده اصدقاء. بعد كده صديقي هيبدأ اللي هو يجيب لك الواجهة ديت، وهنا صديقي بيقول لك ان انا بقبل تشغيل ماوس وكيبورد، ما عنديش اي مشكلة، تقدر اللي انت تشبك عليه ماوس وكيبورد من خلال وصلة الاو تي جي على التليفون بتاعك. هيبدأ يفتح معاك بنفس الشكل ده، علشان تفتحه بكامل الشاشة هتبدأ اللي انت تضغط على الاختيار ده، ولو انت عايز تستخدم كيبورد يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط على الاختيار اللي بعد منه، وبعد كده يا صديقي هتلاقيه فتح معاك بنفس الشكل ده. وعلشان تقدر اللي انت تقفل المحاكاة هتبدأ اللي انت تضغط على علامة الاكس ديت يا صديقي، وبعد كده هتضغط على كلمة اوكي، هيبدأ اللي هو يقفل لك المحاكي بدون ما تواجه اي مشكلة. بعد كده يا صديقي هتروح هنا على المكان اللي هيكون متواجد فيه اللعبة. طيب المكان ده هو ايه؟ المكان ده هيكون موجود في مدير الملفات اللي هو ملف الداونلود، هتبدأ اللي انت تضيف اللعبة في ملف الداونلود. بعد كده يا صديقي زي ما انتم شايفين عندي هنا العاب البي سي، هبدأ اللي انا اضغط عليها، وزي ما انا قلت لك الجميل اللي في المحاكي ده ان شغال معاك بالتاتش، وديت ميزة مش موجودة في محاكيات تانية. هبدأ اللي انا اروح على الملف اللي جواه اللعبة زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، وبعد كده هبدأ اللي انا اشغلها، هتبدأ اللي هي تشتغل معاك اللعبة اللي انت عايزها بدون ما تواجه اي مشكلة على التليفون الاندرويد بتاعك. طيب انت هنا يا محمد قلت لي انا هعرفك ازاي اللي انت تعرف الالعاب ايه اللي بتشتغل على المحاكي ده علشان ما ضيعش وقتي بدل ما احمل اي لعبه تانية وما تشتغلش معايا. زي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي اللعبه شغاله معايا بدون ما اواجه اي مشكله، هبدا ان انا اطلع من المحاكي زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده يا صديقي هبدا ان انا اضغط على الثلاث شرطات دول، وبعد كده هتبدا ان انت تروح على علامه البلس ديت، وزي ما انتم شايفين عندك هنا جايب لك كل الاسماء الالعاب اللي هو بيدعمها. طيب جميل جدا، علشان مثلا اثبت اللعبه ديت على المحاكي هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، وبعد كده هروح اشوف انا عايز احفظها فين، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على السهم اللي فوق ده، هيبدا اللي هو يفتح لك الموقع الخاص بالمحاكي زي ما انتم شايفين كده، عليه مجموعه كبيره من الالعاب، بس هنا يا صديقي زي ما انتم شايفين الكلام ده مش هياكل معانا، هتبدا اللي انت تاخد اسم اللعبه وتشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. اكيد انتم فاهمين انا بقول ايه صح؟ ماشي. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي زي ما انا قلت لك في مجموعه كبيره من الالعاب، وعندك هنا 124 صفحه موجود فيها العاب كتير تقدر اللي انت تلعبها داخل المحاكي ده. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.